يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل هو في كل النهار أم فقط قبل صلاة الجمعة؟ التحلق والله أعلم المراد به حلق الذكر اللي تعقد لطلب العلم، لأن هذا يسهل عن الذهاب إلى صلاة الجمعة. أما إذا جاءوا للجمعة وحصل موعظة أو فهذا لا مانع منه، لأنه ما يمنع من حضور الجمعة، لكن المراد بالتحلق والله أعلم الذي يشغل عن حضور الجمعة أو التبكير إليها. نعم.